السلام الله عليكم زلف اللون، ومرحبا بكم معنا في برنامجكم التفاعلي بصراحة. ونغتنم مناسبة عيد الأضحى المبارك الذي جاءنا في وضع استثنائي، أولا بسبب وباء كورونا وكوفيد 19، وثانيا الوضع الأمني الذي يغتنم أصحاب السلطة فيها الوباء لقمع شعب قرر التحرر. فننحني إجلالا وإكبارا أمام الأرواح الزكية التي فقدناها، ونعزي كل من فقد حبيب أو قريب ونواسيهم في هذه الأيام التي تذكرنا أكثر بهؤلاء الذين فقدناهم وبمكانتهم في قلوبنا، ونقف جنبا مع المظلومين في السجون، في سجون العصابة، ونواسي عائلاتهم المصدومة من الأحكام الجائرة التي طالتهم، ونطالب بإطلاق سراحهم دون شروط. كما نتمنى الشفاء العاجل لكل مصاب ومريض، ونتمنى رغم الجراح والأحزان عيد مبارك للأمة الإسلامية، راجين من المولى عز وجل أن يعيده علينا ونحن في أحسن حال. وشهد الأكارم فاجعة أخرى تضاف لمآسينا وتعداد موتانا نزلت علينا كالصاعقة، والجريمة الشنعاء التي راح ضحيتها عمي جمال من عنابة، أو المدعو عمار الذي كان ضيفنا أو ضيفا دائما في هذا البرنامج والبرامج المختلفة الأخرى، فقد فارق الحياة بعد أن تعرض لاعتداء جبان ببندقية صيد بحري أو بما يعرف بفيزي أربون أمام بيته، وتم تشييع جثمانه اليوم بمقبرة زغوان في عنابة. وصلتنا بعض الصور من الجنازة التي شيعته اليوم، نتابع مقاطع منها. الآن من أمام منزل عمي جمال عنصر من الحراك، الله يرحمه إن شاء الله. أبو ماريا وشكو لنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عيد سعيد، كل عام والأحرار بخير. بمناسبة الأليمة سنشيع جنازة أخينا جمال رحمه الله المدعو عمار، له تدخلات في الأول قناة الأوراس، نطلب الأحران ندعو له. أبو ماريا يحييك من مقر جمال. السلام عليكم. اليوم جنازة أخونا جمال، الله يرحمه، الله أكبر. ودي كل هذه من أسباب النظام، كل لازم نطلبوا يطبقوا الإعدام، سينما تصرش عن ربي يتقبلهم من الشهداء. سيبقى عمي جمال، سيبقى أيقونة الحراك المبارك، وسيبقى عمي جمال رمزا للمواطن العنابي الأصيل، سيبقى أيقونة مدينة عنابة. الناس كل تشهد له بالطيبة وبالأخلاق الفاضلة والرجولة وبالإقدام. هذا الرجل سيبقى علامة فارقة في مدينة عنابة، وسيستمر هذا الحراك المبارك. دولة مدنية ماشي عسكرية، كان يقول ديما عمي جمال دولة مدنية ماشي عسكرية، تبقى ديما كلمته دولة مدنية ماشي عسكرية. سنبقى على عهده باقون، وسنبقى نناضل ونبقى ديما بالمكان نتاعو. عمي جمال تلبون مزور، جابوه العسكر مكاش الشرعية، والشعب تحرر هو اللي قرر دولة مدنية. تلبون مزور، جابوه العسكر مكاش الشرعية، والشعب تحرر هو اللي قرر دولة مدنية. تلبون مزور، جابوه العسكر مكاش الشرعية، والشعب تحرر هو اللي قرر دولة مدنية. أكبر جنازة عمي جمال عنصر من الحراك من ولاية عنابة. تغمده الله برحمته، ورحم الله كذلك كل موتانا. ينضم إلينا من عنابة أستاذ رياض بن مسعود الناشط الميداني. مرحبا بك سي رياض،
ورغم هذه الفاجعة وهذه الظروف العصيبة والظرف الاستثنائي نقول لك عيدك مبارك، وأعاده الله علينا بالخير واليمن والبركات، ونحن في أحسن وأفضل حال إن شاء الله. سي رياض، هل ممكن يعني تحكي لنا على وسرى يعني لسي جمال؟ يعني بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. عيدكم مبارك، تقبل الله منا ومنكم، أعاده الله علينا وعلى الأمة الإسلامية جماعة بالخير واليمن والبركة، أعاده الله علينا في ظروف أحسن من هذه الظروف. عمي جمال أيقونة الحراك هنا في مدينة عنابة. عمي جمال سيبقى رمزا من رموز الحراك المبارك هنا في مدينة عنابة، وسيبقى علامة فارقة، وستبقى ذكراه راسخة في قلوبنا. ما حيينا لا نستطيع ولا نجرأ على أن نترك رسالة عمي جمال تذهب أدراج الرياح. كنا نتكلم وكان بجانبنا، كنا نتحادث وكنا نناضل، وكنا نحلم جميعا بدولة الحق ودولة العدل ودولة القانون. عمي جمال قبل 10 أيام زرته في جنازة الوالد تاعه وعظمت الأجر، وكان رجلا طيبا معطاء باسم الصغر دائما كما عيدناه. وآخر كلمة قالها لي قبل ما نغادر المقر سكن الوالد تاعه، قال لي رياض يا ولدي، قال لي ستبقى كلمة دولة مدنية ماشي عسكرية، وسيبقى نضالنا. وكأنه كان يحس أن الأجل قد دنا منه، قال لي سنبقى بإذن الله تعالى مستمرون، وسيعود الحراك، قال لي إلا إذا وافتنا المالية. اليوم نودع عمي جمال، نودع هذا الرجل الطيب، نودع هذا الرمز. نقول ببساطة عمي جمال وكأنه رمز من رموز الدولة الجزائرية. نريد للمواطن الجزائري أن يعيش كريما في وطنه، نريد للمواطنين الأحرار أن يكرموا وهم أحياء، ويكرمون وهم أموات. عمي جمال ذهب ضحية هذا العمل الجبان من هؤلاء الذين يتناولون المهلوسات والمخدرات، هؤلاء الذين هم نتيجة النظام البائس والنظام الفاشل، هؤلاء الذين هم نتيجة نظام انتع العدالة البائسة، هذا الذي كان في السجن وخرج بالعقراز كما نقوله بالعفو الرئاسي، خرج ليقتل عمي جمال، أرادوا من خلال قتل عمي جمال أن يقتلوا فينا الشهامة، ويقتلوا فينا الرجولة، ويقتلون فينا الأمل، ويقتلون فينا هذه الثورة الذي كان ينادي. أقول عمي جمال دائما دولة مدنية مش عسكرية، كان يقول ابن حوجاع. واليوم وأنا متأثر كثيرا بفراق عمي جمال، لأني كنت ألازمه دائما رغم مرضه العضال ورغم معاناته الاجتماعية، إلا أنه كان ملازما لهذه الثورة المباركة وسيبقى. وأنا من هذا المنبر أخاطب عمي جمال ونحسبه عند الله مع الشهداء، وأن ينزله الله منزل الشهداء، وأن يحشره مع الشهداء في الفردوس الأعلى. يعني هل ممكن تقص علينا القصة يعني كيف حصلت الجريمة؟ وأنت ذكرت أن هذا الشخص الذي قام بهذه الجريمة أفرج عنه في إطار العفو الرئاسي، رأينا أن هذا العفو الرئاسي لا يطال أولئك الذين شاركوا في الحراك الذي تصفه سلطة الأمر الواقع اليوم بالمبارك، لكن تطلق هؤلاء الذين يقومون بمثل هذه الجرائم. وهذه الجريمة تذكرنا بالشاب الذي ذهب ضحية في زهرة عمره بوهران من أجل هاتف نقال، وبنفس الطريقة ومن قبل بعض الأشخاص. يعني فقط المكان يتغير، لكن هي ربما الممارسات ممارسات واحدة. نعم عمي جمال هو ذهب، قلنا ضحية هذا العمل الجبان. عمي جمال بحكم شعبيته في حيه الشعبي هنا في مدينة عنابة، وبمجرد وصوله إلى الحي جاء هذا الجاني، فبدأ في السباب في الجيران، فجاء عمي جمال وقال له يا ولدي احشم هذم جيرانك، وش اللي راك دير في عيب؟ فمباشرة بعد ما تكلم مع عمي جمال
ضربوا بالبومب كليموجان بالغاز المسيل لدوما. فمباشرة بعد هذا العمل جماعة هزوا عمي جمال ودوا للمستشفى. قامت قاموا في المستشفى بالإجراءات اللازمة، ولما رجع للمنزل تاعه جاء ورجع له الإنسان هذا، فقالوا أنت وش دخلك وكذا، وقام بتوجيه هذا السهم البي زي ار بون هذه وضربه مباشرة على مستوى الرأس، نزل شهيدا في مقام الآليين. نقول نحن لهؤلاء عمي جمال والله لن ينسى، وممكن أنه ما رأيته في شعارات مسيرة اليوم من دولة مدنية مشي عسكرية وتبون مزور جابوا العسكر، هذا كان كما نقول ميثاق شرف بيننا وبين عمي جمال، بيننا وبين كل الأحرار الذين نزلوا للساحات من أجل تحقيق دولة العدل ودولة القانون. من هذا المنبر أقول لكل القائمين على الدولة الجزائرية، الشعب الجزائري يريد قصاص من المجرمين الذين يعبثون بأرواح الجزائريين، نريد حقيقة دولة الحق ودولة القانون كما قال الله سبحانه وتعالى ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تعقلون. نرجع إلى رمز آخر لرموز مدينة عنابة، هذا عمي عمر صدقني الأخ عادل وكأنه أب كل الحراكيين هنا في مدينة عنابة، رجل طيب، رجل أقول لك لا تتصور مدى طيبة هذا الرجل. وفاته المهنية قبل العيد الأضحى المبارك بيوم كان ملازما كتالي لساحة الثورة، كان دائما ما يشجع الشباب على استمرار وعلى أن يناضلوا من أجل دولة الحق ودولة القانون. مدينة عنابة اليوم فقدت رمزين من رموز الحراك العنابي. أقول للشباب الذي الآن هو في المقاهي والذي هو في الحانات والذي هو في الأسواق يتسكع، هؤلاء عمي جمال وعمي عمر ربي يرحمهم رغم كبر سنهما إلا أنهم كانوا ينادون بدولة الحق ودولة القانون، هم يعلمون أنهم أقرب للموت من هؤلاء الشباب، لكن قناعتهم في أن تتحقق وأن تترسخ دولة الحق ودولة القانون هي قناعة راسخة. أقول لكل الشباب أن يحذوا حذو هؤلاء الأحرار وأن يعيشوا معيشة كريمة بين الكرماء وبين الشرفاء وبين الأحرار من الشعب الجزائري، كما نقول الدنيا ثانية وعيش راجل كي يذكرك الرجال بخير. الله يبارك فيك سي رياض بن مسعود. نعم نشكرك جزيل الشكر وأن نعزيكم ونعزي أنفسنا في هذا المصاب الجلل. نقول ربي يرحم عمي حميد أو سي عمار من عنابة اللي كان يكلمنا تقريبا يوميا في هذا البرنامج، وإن شاء الله يسكن ربي فسيح جناته. الله يبارك فيك سي رياض بن مسعود. خلينا نسمعوا عادل من باب الزوار. مرحبا بك سي عادل. عليكم خويا عادل، حياك الله. الله يبارك فيك وحيا ضيوف الكرام اللي معاك، وبارك الله فيكم على الحصص هذه لكم تقدموا فيها مباشرة وتخدموا فينا مباشرة، وانتم راكم الأحرار في هذه تاعنا، وحنا رانا ما نسحب سين الحراك، ما نسحب سين غير نحيا مبلك توك رانا في حراك، كي راني استاسل بيك رانا في حراك يا سي عادل. الله يبارك فيك سي عادل. وعندي زوج معلومات مهمين يا شيخ عادل. شوف هذا النار هذه اللي رامي يشعلوا فيها، فهمت ولا لا؟ هذه راهي المخابرات وشافوهم الناس بالهليكوبتر، فهمت ولا يشعلوا فيها بالزجاجة الحارقة، فهمت ولا لا؟ هذه معلومة. أنا هو المنجل تاع الحراك يا عادل، وأنا اللي كتبتهم في الذهب وكتبتهم في كلش، أنا أعقبهم بإذن الله السميع العليم. يا ربي يجيب الخير إن شاء الله سي عادل. الله يشوف يا عادل ما تقاطعني إن شاء الله يحفظك. لا مع تفضل عادل. وهذه المستشفيات هذه وجابوا المخابرات، فهمت ولا لا؟ ودخلوا وكسروا، ومن بعد يقول لك بني الأحرار، فهمت ولا لا؟ ويضربوا في الطبة الأحرار، ما يضربوش الطبة يا أخي عادل. روح أسأل أي طبيب قولوا إيش حاجة أقول لكم كوفيد اليوم، يقول لك أنا خاطيني البوليتيك، فهمت؟ روح أسأل أي واحد أي ممرض قولوا إيش حاجة إيش حاجة عندكم موت، يقول لك أنا خاطيني البوليتيك. أنا فقنا بهم المخابرات هذو، فهمت ولا لا؟ بس حسبنا الله ونعم الوكيل فيهم، بس أحممت مطولين. ربي يجيب الخير ان شاء الله سي عادل. الله يبارك فيك. خلينا نسمعوا كمال من فرنسا. مرحبا بك كمال. السلام عليكم. ديجا نسلم على الهادي تاعنا في ستوندار، نسلم عليه بزاف ونصحح عيدكم كاع عليك انت وليه
ونحييكم بزاف يا اخ عادل. الله يحفظك صحيت. ونحيي كاع الناس اللي ما مشي عيطوا بزاف، الاخ متزمل هذاك واسمه يا ربي حنفي وحسن من الجزائر، وابو ياسين شورتو ابو ياسين سيناه كاع. انا والله يا اخ عاد ما نطولش عليك، انا لاحظت بعض دي كونتراديكسيون كما يقولوا بالفرنسيه في الجورنال تاع تامينه، يقول لك باللي الدارك الوطني ولا بوليس قبضت هادو الشوارع تاع لي باطو هادو اللي يروحوا في البحر، حكمت 15 في تيموشنت حكمت فيها. احنا ما فهمناش كيفاش 400 من بوطي مشاو لاسبان. دونك هنا كي تشوف الجريده تفهم باللي واش يقولوا كذب. واحد طلع الثاني قانيت عن تبون، تبون يقول لك يا ودي احنا نشجعوا لي لونسور داليرت، الناس اللي يشوفوا حاجه ماشي مليحه في البنكة ولا في المستشفى لازم يتكلم عليها. الاخت سهام هذه المغنيه دارت فيديو قالت هاي الحاله تاع المستشفيات الزوالي مسكين راهو راحوا دخلوها الحبس. داعي تناقضات يعني كبيره كبيره بزاف، وحنا نورمالمون لازم نشجعوا لي لونسور داليرت هادوما اللي يخدم اللي يشوف واحد سرق لازم يهضر ماشي تروح تسجنوا. يعني واش قدرت فيديو كوم تو الموند. واش حبيت نقول لك نشكركم بزاف ونشكر هاد القناة. واش حبيت كلمة أخيرة قانيت حبيت نقول، جاب هذاك المينيستر هذاك تاع لا جوستيس قال لك باللي راهو يخدم الجالية الجزائرية في فرنسا، حنا ما خدمنا والو. حنا القضية تاع 2001 حتى قصاو لي زيميغري في المروك راهم يديروا لهم دي بروجي موبيلي كاع لا كوميونيتي في الكاميرا. ربي يجيب الخير سي كمال الله يبارك فيك نشكرك. خلينا نسمعوا عبد الكريم من سور الغزلان. مرحبا بك عبد الكريم. السلام عليك يا اخي عادل، وصحائدك وتحيه ليك ولزملائك وربي يحفظنا على القناه. يا اخي عادل فما فسر هذه المصيبه اللي اصابت الاخ عمار من عنابه الاخ المراهل. يا اخي عادل تحيه ليك ول هذه خليك عبد الكريم. عبد الكريم نقص لي برك التلفزيون. هذا المصيبه اللي صادفونا، هذا القتالين المجرمين، هؤلاء المجرمين التسعينات، هؤلاء لا يخافون الله عز وجل، هذا هو عملهم وهذا هو هدفهم، تكسير الحراك وتكسير الشعب الجزائري. ونحن في ثوره مستمره وباذن الله تعالى باذن الله نسقط الجنرالات المجرمين تبرر الخاصة. اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تبقى فيهم احد يا رب العالمين. اللهم ارينا فيهم يوما اسودا، اللهم ارينا فيهم عجائب عظمتك، اللهم صلت عليهم سيف انتقامك يا رب العالمين. وتحية لكم يا اخوي عادل، وربي يكون ان شاء الله يرحم هذا اخونا عمار، وربي ان شاء الله يعوض عنا 30 مليون باذن الله حركي، 30 مليون عمار باذن الله تعالى. الله يحفظك سي عبد الكريم، بارك الله فيك وسلامنا لكل الناس سور الغزلان. اسمه احمد من مسيله، مرحبا بك سي احمد. احمد من مسيله تسمعني؟ ونسيبي عيدك مبارك أخي عادل. الله يبارك فيك يا سي أحمد. والله يا أخي عادل أنا متألم كثيرا من وضع الجزائر أو وضع العرب يا أخي عادل، والله أنا أتألم كثير يا أخي عادل. يعني يا أخي عادل الدول الأوروبية هي تخدم في التكنولوجيا والاقتصاد ونحن نتقاتل على السلطة منذ التاريخ الإسلامي الأول يا أخي عادل. انظر إلى المعركة التي قامت بين علي معاوية أو معركة الجمل أو التاريخ العباسي أو التاريخ الأموي. لماذا يا أخي عادل العرب يقتتلون على السلطة؟ الدول الغربية يا أخي عادل منذ النهضة الأوروبية راحوا يستغلون الطبيعة ويوفرون العلم الطبيعي لمواطنيهم ويوفرون لهم الاقتصاد ويوفرون لهم كل أشياء الرفاهية، ونحن حكامنا يا أخي عادل يوفرون لنا البؤس والشقاء ويوفرون الاقتتال على الكرسي ونشر الفتنة. أحمد تطراوي يحييك أخي عادل. تحية متبادلة سي أحمد، ونسلموا كذلك على كل سكان المسيلة. ونروحوا لتيزي وزو، نسلموا على أهلنا في تيزي وزو. معنا سعيد مرحبا بك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. بغاك تقول سي عادل. أيوا. إذا تقول من تلك اللي بوشد هي مكيرة. أيوا. أسيدي مباشر عرفية نو يبارك باش. دابا ما تبيعش كباش. الوالي اللي قال لنا ما تبيعش كباش. الوالي اللي حرمنا العيد. والماء ما كاش ثلاث شهور ما كاش الماء بكيره،
وجا وقال لك الولي يعطينا اعطى رايو. وما ما يعطيش رايو في الماء. وما يجيبوا لك الماء. الناس حكوا الاطفال اللي قافلين الناس اللي يجيبوا الدراجات عبير. الكوميساريا. اش قال ما تبيعوش. ايوا شنو هذا واش البول؟ الكوبر هذا من 60 حوالي ومنها غير بقنا على الكوبر، الكوبر كاينين هنا. والسلام عليكم صحيتو. صحيت سي سعيد شكرا جزيلا. سمعوا ام امين من الجزائر، مبروك عيدكم امين. عيدك مبارك عاد لوليدك. الله يبارك فيك. الله يحفظك. الله يسلمك. وكل عائلة قبل كل شيء ترحم على الاخ جمال. الله يرحمه ويسع عليه. عاد المسكين كان دائما في الحيرة. ربي ان شاء الله يرحمه ويسد ان شاء الله في السؤال. تحياتي للشعب الجزائري كامل والشعب الجزائري كاع اللي كاغوا في الليلة. عيدكم مبارك ونقول لكم انا نرجع على خير الحياة. هذا اللي راه قاعد يكتب هي ماتت هي ماتت. اوليدي شينيتك كاش تراب ضربت معاك كاش بوست ميني صحاب انا جيت اديتولك. راني في داري نبكي على وليدي وعلى هلو انت قاعد هاي ماتتهم الدواء ودير في الناس ودير في يدك. تطلب روحك شوية كي نموت كاين الاحباب تاع الصح اللي يقوموا بيا وعندي عائلتي اللي تقوم بيا. راني على خير من حياتي مع اللي يحب يحب ربي يديني لا اله الا محمد رسول الله. انا من الحار لابو ياسين هاو بغيت في حاله ادعو له ابو زكريا ابو سعيد وما ننساش عاود دخل اخ جمال الف تحيه ومع مرات سلطانه اخ بوزي. عاد الوليدي خلطوا علينا من كل جهه غلقوا كلش جوامع في الخارج مفتوحين. احنا المفاتيح اللي هنا كاع مغلوقين ربنا يغلقها عليكم ان شاء الله. وكنت انايا هذا العام بعدك قلبي تواسى قلت واقيلا تبون هذا تاعهم لا لا كذبوا نطلق السجانه الفيران نتاع التسعينات نطلق المخطوفين لهم على قد الحاجات يطلق الحراكيين اللي داوهم في الباطن جاني الاسف قلنا والله ما نسمع بصح نشعل النار في تيزي وزوج جايه شواو الناس شغلهم بالنار شعلوها شغلنا تلعب في عظامكم شاء والله يحشركم مع شارون ان شاء الله. والائمه ما كاش ايمان يطلع في المنبر ويقول وصراح طاري في الجزائر ما كاش واحد حد راه يشوف شرانا نعانو او يشوف راني 24 سنه راني نبكى على وليدي راني نهضر مانيش نبزمت ولا شارون بعيد يجوني اسمح لي بكل احتراماتي قالت العرس تعيط لهذاك واسمه خمساوي وهذاك رمضان وبدعات ماشي ولاد النظام. انا من الافضل كيف عيطوا نقول لهم راهم المخطوفين. واش درتوا بالمخطوفين؟ كنتوا انتوما جوز من اهل النظام نتيجوا بدعاتهم كنت مع عمي بن يوسف قال لكم ليسوا قربات ليسوا مجاهدين قولي ولا تحبوا كاع الشهره والدراهم وتستناوا تغفر لك رب الجزائر تاعكم. والله غير سلميه والله غير مدنيه ماشي عسكريه والله ما نحبك يدي على وليدي والله ما نركع لكم نركع لله تعالى والله ما نشهد في وليدي شهد الصوت. تحياتي للشعب الجزائري كاين المنافقين على راسهم الائمه بدون استثناء. انا نهضر على روحي انا نقول لهم لعنه الله عليكم يا الائمه ومن بعد يجي يأذن يقول الصلاه في بيوتكم. نحن انا جاي نصلوا في دارك دارك تعيط بقناه الحياه دير معاكم لقاءات وتضحكوا وتكسروا انتوما ونساكم. احنا ما عيطناش القناه احنا الناس الشعب رانا خاوه خاوه الناس راهي تبكي مع بعضها بعض وانتوما حبيتوا تقسمونا بالسجن بكيتونا بلا كابيري ما حشكم وصركم هيا قولي لي يا ملي دام شكون تحوسوا عندنا فهمونا شكون تحوسوا عندنا انتوما كاع سراقين كاع منافقين كاع خبثاء اختلطوا الناس اختلطوا الناس عدمتوا البلاد بكيتوها الفهده واللومينا هذا شوفوا واش راهم يموتوا الناس وما نامنكم كي تقولوا 700 ما نامنكم كي تقولوا 10 ما نامنكم. خلوا الناس تعيش خافوا الله تعالى ضربة ربي واعره في هذه العواشر الناس كاع راهي تدعي لكم. تحيي الاخ ريدا من جوليبي وكاع ناس جوليبي وكاع الشعب الجزائري عادا راهم يقولوا لك مدنيه ماشي عسكريه سلميه. هما حبوا بالسيف باش يبداو يديروا على الشعب كيما في التسعينات كيما قتلتوا هذاك لو بيبي ودرتوا في هذاك لا كويزينيغ في الفوق وقلتوا شوفوا شنو داروا الناس عزلها في التمليقه يقتلوا في البيبي ما درتوهاش. وراهم المجازر تاع بن طلحه المجزره تاع الرايس بنين السود الرمكه 20000 مخططه 250 1000 مليار دورة خطفتوها وسرقتوها انتوما ولادكم كاع في الخارج عايشين. هاكو شتو عيداني وين؟ هاكو شتو عيداني درت فيديو قدام دارو قدام دارو بمشوارب وشكون انتوما؟ وشكونوا؟
الجزائر ماشي تاعكم، الجزائر يمثل فيها كاع الشعب الجزائري، كاع الجزائر للشعب الجزائري. مرضتونا هبلتونا، نكل عليكم ربي، يعطيكم ضربة ربانية إن شاء الله. ربي يجيب الخير أم آمين، ربي يجيب الخير ونشكرك على المكالمة. خلينا نسمعوا معوش من بجاية، مرحبا بك سي معوش. وبيك خويا عادل عيدك مبارك، انت والعائلة تاعك وزملائك وكل عائلاتهم وكل جزائري وجزائري داخل وخارج الجزائر. الله يحفظك. بدون ما ننسى الرهائن والمظلومين في سجون العصابة، ونترحم على أخونا هذا الحراكي من عنابة، ونتمنى الصبر للعائلة تاعه وكل أمواتنا والشفاء لمرضانا والرحمة للشعبنا الجزائري. يا أخي نسمع أنا المواطنين والمواطنات يهدروا على الثورة إلى تشتم. الثورة لم تتوقف أبدا. أسباب قيام الثورة 16-22 فبراير 2019 تضاعفت عشرات المرات منذ ذلك الوقت النهار، يعني زادت، يعني ضعفت الأسباب. ما عندنا خيار، الثورة تستمر والنظام سيعود للشعب الجزائري، الشعب الجزائري الحر. نحن لا نتراجع أبدا، لأن مصير مستقبل البلاد هو التغيير واستعادة السلطة والسيادة. ما كاش خيار واحد آخر. احنا رانا نشوفوا ولاو خاوتنا يغادروا البلاد. احنا في حاجة أمس حاجة لكم، احنا ننادل من أجل عودة الذين غادرونا منذ عشرات السنين، حبينا نعيشوا معاكم. صح. أولادنا خاوتنا، سبحان الله، كيف أنا ما نعيش نموت وخو ما شبعش بني ولا خويا، ما عندناش خيار. تحياتي خويا. الله يبارك فيك سي معوش. هذا ما كان، يعني كان أمل الجزائريين في بداية الحراك، شفنا أن الحرقة نقصت، لكن حسب الصحافة الإسبانية وعدة صحافة كذلك الإعلام الغربي يتكلم على هذه الهجرة الغير شرعية لإخواننا، وتكلموا على ليلة 25-26 وصول 418 الحراق إلى إسبانيا، والمنظمات الحقوقية في إسبانيا تتكلم على 9,000، أكثر من 9,000 مهاجر غير شرعي وصل إلى السواحل الإسبانية خلال هذا العام، ونعرفوا هذا العام يعني وش جاب معاه من وباء، ونتكلموا على كوفيد 19. يعني احنا فرحانين أنه وصلوا هذو 418، ولا بعض الصحافة تتكلم على 1,000 في الأسبوع ما بين 25 إلى الفاتح من أوت، أكثر من 1,000 حراق وصل إلى السواحل الإسبانية. احنا فرحانين أنهم وصلوا، لكن قادرين كانوا قادرين أنهم يغرقوا في هذا البحر الأبيض المتوسط، وكانوا قادرين يعني يخلقوا كذلك أزمة لعائلاتهم في الجزائر. الآن هم خالقين أزمة لهذه العائلات، وخلوا هذا السلطة في الجزائر خلت أولادها تهرب. الناس يتكلموا ويقولوا أنه حراس السواحل يعني ما قدروش يحكموا حتى زورق واحد، ويقولوا الناس تكلم على مؤامرة، وتكون تكلم على رسائل مشفرة من قبل سلطة الأمر الواقع إلى دول أوروبية بالخصوص إسبانيا، ويقولوا أنه هم يعني يقومون كما كان يقوم القذافي، كان يعني يهدد في الإيطاليين بالحراقة بهذا المهاجرين غير الشرعيين، كما نشوفوا في تركيا كذلك التهديد بهؤلاء المهاجرين غير الشرعيين، لكن هذه الدول كانت تهدد بمهاجرين غير شرعيين ليسوا ليبيين وليسوا أتراك، هم يهددون بأناس آخرين. لكن اليوم احنا نشوفوا أن سلطة الأمر الواقع تهدد، إن كان هذه النظرية صحيحة، تهدد هؤلاء بأولادها، وربما كانوا يغرقوا في البحر. يعني نتكلم على 1,000 جزائريين، يعني نتكلم على 1,000 عائلة في الجزائر كانت تبكي هذا
الناس. وكان شفنا حوار تبون بداية الشهر يتكلم على أنه قبل 3 أشهر كان يتكلم أنه سيبعث وفد من الشباب ليقف على معاناة الجزائريين في الغربة ومعاناة الدول الغربية. لكن وصلنا فيديو من إسبانيا من هؤلاء الذين وصلوا مؤخرا إلى إسبانيا والترحاب والمساعدات اللي تلقوها من عند الإسبان. نتابع. عاشق كونك وخال برك ماكلة تعقرن هاي كونك طويل العمر برك عاشق وفترة مرة سور مني افتح له الشيشية من ذمة عاشق برك عاشق عينك عينك البندق ريش عينك شوف عينك هذا كيف تعيط من تارج بندق هذا البندق عينك الباوي ربك عينك كيف عينك كيف عينك شاك تصور الشيء تخلي عينك عندك ما هذا كولك أنا ما أوه حيب واتي سري الله بكره نقطعوا ناكلوا غاد الجاد هذا عم عمر عم امي يقول لك اعطيني نكوا امي يقول لك اعطيني ريزيدونس امي يقول لك امي يقول لك جيب لي مشاهده فيه زيد امي والو لحقنا اللي نقول لهم كوميدا قال لك كوميدا صفار دواء تحليل كفتر مثلا في بقادير قال لك بلمس قال لك تبون قال لهم نعطيكم مليون ونعطيكم شويه ماكله قال لك قسموها غيرهم في بعضهم بعض قالوا له مكاش ما جانا والو من عند تبون عينك عينك والطوط بزياده عينك هي مخربعه هنا في كاعت ما ناشتي هي وعينك عينك عينك الحمام السعيد جيب لي الاخوه جيب لي ايش ما قلت لك ايش تدرك ايش ما قلت والله ما درتش كاع معنا شافني باك شافني هذو الناس هضره قليله خاصك كل قلت كوميدا برك كوميدا عينك الحلوه الرب العالي الحلوه الرب العالي ودايرين لك بسشيه عينك حلو درنا لك سشي يا رب العالمين عينك سبقت عينك اودي انا بغي الحوت وري شوف الحوت وري عينك عينك الحوت مكلاس يوم كونش لي يعطي قفتر مثلا في بقادير يعطي لك فيها الحوت شحال هذه تحطهم هذه هنا دير مناقش هذه شحال قايمه بالجزائر هذه قايمه بالجزائر هذه ولا كوم هذا الربع ملايين ولا خمسه هذه تبع بالكارت الانجليزي في الجزائر ولا ما عندك كارت انجليزي والله كما تشي انا يباري لك في الاميري والله عينك هذا الناس عينك هيك تقريبا 200 قضاة الاسلام راه هنا مولدي الاسلام راه هنا هذه طماطيش هذه راه واه عينك الشيار هذا يوم سلفان انت درت هذا تقسناه ما سي كلشي دار مليح الحمد لله هذا تشي والله في العام والله انا في العام هذا شي ضرب حبات هنا حنا 5 شي ضرب هذا في العام واقيلا يدير 4 ملايين الكيلو 4 ملايين و200 مالك انت كمقوت براسك عين هذا الناس وليدي الاسلام راه هنا شوف كفى خير عينك عينك وبعوي دارك وبعوي هذا تاع البارح ولا ما كملت هذه ما خلتها قال لك 15 يوم هذه تاع الدوار هذه تاع الدوار كيفاش تكمل العمر هذه قرن ولا ما تكملها مالك عينك عينك ام خاتي انا عينك انت تجيبو كاين نبغى تجيك كسره وطعام عينك طيب برك طيب كونك وكال برك عينك كونك الياغوت ها عينك استقبال الرب العالي استقبال ها خمر عينك شوكولا كاين لي الكولا جيب لي رجيدونس جيب لي نكوا جيب لي خاتك تبصم بلي نتوما ولاد اختها كيوي ورا كيوي عطاوكم كيوية صاي؟ عطاوكم كيوي؟ عطاوكم كيوي؟ عطاوكم كيوي؟ كيوي ذلك ذو خيوي رجل هذا هو انا حياتي ما كيدمش عرفتش لا يجلفوه ولا كياكل هذا هي كاع والله ما غيطبخ وسمي ويضرب سمي ويضرب والله لا يديروا لا يديروا في الجواز ولا ياكلوها حب هادي سامارش شيكولا هادي شيكولا هادي سيارتي شكون تاعو هذاك فين حليب هذاك كيما الحليب عير الشعير ودي دمر بركه انا خدمة جبت الشعير قديم مخليف هذاك الفيطاجي عينك دير كات ميستيك عندنا هذيك هنا لوحدك هذه سيارة هذه تعطيني كادو هذه تعطيني كادو فيها كادو والله فيها كادو هذه قالت لي سبيسيال ديك هذه الاسلام راه هنا الاسلام راه هنا يقول لكم جنتهم هنا وحنا جنتنا لهي هو قال حال ما نتوما الجنة ما تشموا ريحتها لهنا لهي هؤلاء الشباب من بوقادير نحيوا ناسنا في بوقادير وولاية شلف وكما كان يتحدث يعني
ما تحتاج نكوة وما تحتاج شهادة ميلاد ووفاة وجيب خالتك تبصم ويتكلم على قفة رمضان والبيروقراطية اللي يتحدث عليها تبون ويقول أنها يعني بعد ثلاثة شهور باش جه خبر أنه المليون ما وصلش للعائلات. ونشوفوا الشباب يعني بعد أقل من أسبوع شوفوا ايش تلقاو في إسبانيا. يعني خلنا نسمعوا الهادي من مارسيليا. مرحبا بك الهادي. الهادي من مرسي تفضل. نعم مرحبا بك سي الهادي. السلام عليكم سي عزاز. وعليكم السلام ورحمة الله. مبروك عيدكم. الله يبارك فيك. الرجال يخدموا في الراس. مبروك العيد الجزائريين من الشرق للغرب للسود للنور. ايوه. ونهنيهم بواحد الكلمة إن شاء الله مليحة، الحراك ينجح بإذن الله. ماشي أقسم بالله، بإذن الله. علاش؟ لخاطر خرجوا على الحق. خرجوا على الحق، ما خرجوش على السكنة ولا على المونتاسيون ولا على كروشوم، خرجوا على الحق وربي ينصر الحق. الله تعالى ينصر الحق. آمين يا رب العالمين. هذا ما كلام هذا ماهوش أنا اللي نهضرو، هضرو عندنا 12 اللي كولونير في الثورة، أنا شفت لهم على كل حال صغير. عندنا جورج كيهضروا لك هضرة الخراج، ما كانش تمسخير، كان شي العربي بن مهيدي سي عميروش. سي عميروش النهار جامد بكى في حياته، واحد النهار بكى سي دندويت. علاش؟ واش بكاك؟ واش بكاك يا سي عميروش؟ قال لهم واش بكاني؟ نهار كي خرج الجبل مانيش من روحي نربحوا الحرية 100%، الظروف اليوم 100%. علاش؟ قبلوا شت نساء أكثر من الرجال في الداخل الفريد، داخل السبيطار تاع الفريد. هذا دوك الحراك هذا كي تشوف زومبي تاع السول ونبي الاسماعيل شوفهم الصف الاول وخالتي باية ونسينوا النساء. النساء ان شاء الله ينورهم ربي، الحراك ناجح باذن الله. هذا الناس هذو كان عندهم ربي يروحوا كبار 75 سنه في عمرهم، روحوا تروحوا خليوا الشعب هذا يبران سافينير واحد السعيد تبون، روحوا يهديكم ربي. اش نقريت؟ ما تعملوش بالموت، هاو كبار باش ديروا ديكتاتورية على الشعب. حشوم عليكم، خليوها في الشعب، اعطيوها للشعب. خافوا ربي، خافوا ربي وتوصلوا لكبار. وقاعد صالح الله يرحمه وراه كاش واحد قاعد معاه تما كيدفنوه، كاش كرقوره، كاش شرجانه، كاش كابيتان قاعد معاه. خافوا ربي ردوها للشعب باش تفراب، راهم يضحكوا علينا الجناز. السلام عليكم. الله يبارك فيك سي الهادي. وعلى ذكر خالتي بايا، وحنا نعرفوا كل من هي خالتي بايا اللي اقتيدت ذات يوم من كي كان الحراق قبل ما يجينا الكوفيد، اقتيدت الى نواحي تيبازا، نواحي زيرالدا، اين تم مصادره دوائها وخلوها يعني تم من قبل الشرطه السياسيه ان صح التعبير. كانوا زاروها اليوم وهي مريضة في حالة يرثى لها، نتمنى لها الشفاء. خلينا نشوف واش قالت خالتي بايا اليوم. هذا أول أوت، هاي خالتي بايا معاكم. صباح الخير ولادي، راني مليحة ما تقلقوش عليا. همي الواحد أن ولادي راه في الحبس وشتات. هاي عيانة مسكينة خالتي بايا ماهيش قادرة تهدر، والله العظيم رغم المرض اللي راهو فيها وصدر وراهي تبكي على المحابس. ورا قلبكم يا رجال، ورا القلب تاعكم يا أحرار، وراكم يا خوتي لعين الله حمد رسول الله. هذا هو الوطن، هذا هو الاستجابة، ما دير غيرها تاع البلاد. خالتي بايا معاكم، هي تقول لكم عيدكم مبروك. أنا البرومي أوت بالنعوم. مهدي خالدي العمي العمري راهو في إضراب مدة 8 أيام. رضا، صهيب، زهير، جماعة بزاف، واش نحكوا واش نخلوا؟ استاذ كاع ولادي اللي راه حتى حاجه طالبوا بالعداله والجزائر تكون حر. كلمة الأخيرة واش تقول يا خالتي بايا؟ ربي يطلق سرح ولادي ان شاء الله يا ربي إلى ما كان. تحيا الجزائر ودولة مدنية مش عسكرية، ما تنساوش خاوتكم
اللي راهم في السجون كثروا لهم الدعاء وطالبوا بالعداله تكون مستقله. ولادي ما سرقوش ما دخلوش لكم كريم، طالبوا بحريه الجزائر، حريه هذه الارض، هذا مكان ربي ينصرنا ويخرج. هذا كان خونا فاروق نقل لها وصور معها، الله يبارك فيه وربي يعطيها الشفاء ان شاء الله. نسمعوا سعيد من الجزائر. مرحبا بك سعيد. سعيد سمعني؟ الله يسعدك يا اخوي عادل، الله يبارك فيك. عدت اعيد باي حال عدت اعيد. والله يا اخوي عادل القلب راه يتعصر اخوي عادل بالمرار بعد ما سمعنا اخونا عمار من عنابه وهو وفي لقناة الأوراس الأحرار. أخوي عمار كان يتكلم بحرارة وكان يتكلم بحب الوطن، صح. والله نحس بكلامه يحب الخير للجزائر. نقول له أخوي عمار ربي يرحمك، أولا رك 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 شهيد عند ربي سبحانه. علاش؟ لأن جيت غير منكر وربي سبحانه ما راحش يخليك. أخوي عمار، أخوي عمار الشعب الجزائري الحر اللي خرج يوم 22 فبراير 2019، خويا عمار خرج وخرجت معه انت لاعلاء كلمه الحق في هذه البلاد. الحراك الشعبي اولاد الحراك الشعبي والشعب الجزائري الحر، انا نتكلم ونقول الحر خويا عادل، والله ما ينساك خويا عمار، ربي يرحمك ان شاء الله ويتغمدك في فسيحه جنان خويا عادل. اما هذه السلطه وشفنا من هذا اخواننا ومن الشعب الجزائري من الشباب الحراقه، انتم تحملوا المسؤوليه تاع الناس خويا عادل. لان يوم 22 فبراير بعد ما الشعب الجزائري خرج ولا 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 زورق واحد خرج خويا عادل بشهاده الجميع حتى من شهاده الاوروبيين، ولكن بفعل هذه السلطه، هذه السلطه خويا عادل الظالمه المستبده اللي ما زالها على عهد ستالين وراهي تمشي بالامور الاستبداد للشعب الجزائري، تتحمل مسؤوليه خويا عادل كامله في هذا الشعب الجزائري. وراهي كرامه الشعب الجزائري، كيفاش راكم كيفاش الضمير تاعكم بعد ما تشوف ابنائكم رايحين بالزوارق رايحين للخارج، كيفاش كيفاش راح تتقابلوا ضميركم، كيفاش تشوفوا كرامه المواطن الشعب الجزائري رايحه. ولكن نقول للشعب الجزائري اياكم 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 تدخلوا في لعبه هذا النظام اللي يحب يجر الشعب الجزائري من السلميه، يخرجوا من السلميه وسيف العنف. اياكم ما تجعلوش كالنار هذيك اللي طبل على تعطي لها الوقود 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 وتكونوا انتم السبه، خليوا النار هذه كما تجي تشوفش الوقود تاكل روحها خويا عادل وتطفى وحدها. انا نشوف البوادر تاع الصراع ما بيناتهم خويا عادل ما لقاوش لوحدهم ولا واحد خرج للساحه السياسيه وتكلم. جميع هذا اللي راهم يساندوا في هذا النظام سواء من حزب جبهه التحرير او الار ان دي او الامثله او الناس اللي كانوا مع هذا النظام، تحاسبوا خويا عادل يتحاسبوا وشوفوهم امام الواقع خويا عادل ونحروا الجزائر منهم ان شاء الله والمجد لخلود الشهداء والابرار. السلام عليكم. وعليكم السلام، الله يبارك فيك سي سعيد، شكرا جزيلا لك. نسمعوا فريده من فرنسا. كل عام وانت بخير فريده. عزول خويا عادل، عزول في الله، كل عام وانتم بخير. الله يبارك فيك. فوالا كل عمال الاوراس وكل الجزائريين في بقاع الارض. فوالا إذا سمحت لي خويا عادل نلخص ما يجري في الجزائر بهذه الكلمات الموزونة إذا سمحت لي. معليش تفضلي فريدة. فوالا أنا ماشي شاعرة مي نقدر نعمل فوالا اللي نقدر عليه. تفضلي. بسم الله. إلهي إلهي أنت العليم بالحال، فدوام الحال من المحال يا غفور. صبر الشعب وما زال يصبر ويتحمل ما لا يطاق للصبور. وصل الجرح إلى العظام فتألم، فهل من دواء يسكن الآلام ويعيد السرور؟ لا حول ولا قوة له فيما يرى، مكبل اليدين محرم من أدنى الأمور. يتخبط ويعاني من الذل ودس كرامته ممن لا كرامة له ولا شعور. أناس لا علم ولا فقه لهم في السياسة، يتعالون ويتجبرون عليه بالغرور. يحتقروه ويسبوه بأبشع العبر ويدفعوه إلى الانتحار أو قطع البحور. عصابة متحكمة في زمام أموره للنفوذ وملء البنوك وامتلاك القصور. كل الوسائل مسموحة تؤدي إلى العرش، أليس العرش لله وحده العزيز الشكور؟ يوسخ كل من
يضع يده في أيديهم تلفق له التهم ليقيد عبر الدهر والعصور، يبقى سجين الخبث والعار مجبرا على الاختفاء لا يتجرأ على الظهور، يلطخ اسمه في الوحل متأطأ الرأس لانتقم له قيامة مذلول ومكسور. ها هم يبحثون عن الشرعية عند الغير وهم مقصون عند الشعب ينفر منهم نفور، سئم من سياسات التبديل والترقيع كالثوب القديم أو البيت المهجور. جزائر الثورة وطن المليون ونصف المليون، حرروك وأخرجوك من الظلمات إلى النور. رجال أحرار عاهدوك وأقسموا القسم بأرواحهم ودمائهم، واجهوا الخطر رحب الصدور. كفانا كلاما وكلاما ثم كلام، فالقضية خطيرة فالكل مهدد إناث وذكور. هم بنا للتحدي باللحمة والاتحاد، كل في مكانه يلبي النداء ويساهم بدون أجور. نحقق أمنية الشهداء الأبرار، وطن يحكمه الشعب ويحميه من الذئاب والنصور. ينظفه من الخون ويزيل عنه الغبار، ويغرس شجرة الحرية لتمد الثمار والبذور. يضمد الجراح ويحقن الدماء، وتنبض القلوب ويغمرها الحب والسلام. وتحيا الجزائر. وتحية الجزائر. الله فضل فوك فريدة، شكرا جزيلا لك على هذه الأبيات الجميلة والمعبرة، فقد الممت بكل المواضيع. الله يبارك فيك فريدة، شكرا جزيلا لك وعيد مبارك مرة أخرى. نسمعوا لطفي من عنابة. مرحبا بك لطفي. السلام عليكم أخي عادل. وعليكم السلام. تحية خاصة لك وطاقم الأولى تي في أخي عادل. الله يبارك فيك سي لطفي. أخي عادل، اليوم عندنا فاجعات، الأخ عمار صحيح ربي يرحمه إن شاء الله، إقونة الحراك عنابة كان ديما في الموعد، ديما في المستوى، ديما بالتوعية تاعو. راهو والله خسرنا إنسان عزيز 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 علينا ياسر. وننادي ونندد ونندد أحرار ولاية عنابة وأحرار جبنت يهود، يوم إن شاء الله المحكمة بعد خيبيه هذا المنافق اللي قلت له لازم احنا ننفوا عليها، خاطر مع السلطه هذه راهي زيد تعاون المجرمين. هذه السلطه هذه قاعد تقمع في الاحرار، وعلاه يعني تقعد واحد يدير منشور فيسبوك يجيبوه مش في 24 ساعه 12 ساعه ما كان 6 اسابيع يكون عنده. لازم احنا ثاني ننفوا على القضيه دي تاعنا، ونزيد نعزي أبا الحركيين عمي عمار بن زهوان من بالرحال، ونعزيه وتن العائلة تاعو ربي يرحمهم إن شاء الله. ويتبون بها تفيق مع الدير، شوف دير حسابك يتبون الشعب في أي لحظة قادر يخرج لك. اليوم برها نالت وبرها نولك حرار ولاية عنابة، مهما وقت يحب يخرجوا يخرجوا وبإذن الله. وكينا واحد الحاجة أخي عادل أتفضل راح نزيد نعطيها، كينا واحد النقطة وعليها قلت صور ما كانش الانتريتية دم الكبار والناس ما عندهمش، وعليها يعني رجال الشرطة والضرب والحماية الوطنية يخصوا إسباس في السكنة تاعهم. إسباس يخلصوا، وإحنا قلنا دولة مدنية عسكرية، والله ما نرجعين خويا عادل، قاسما بالله قاسما بالله قاسما بالله ما نرجعين. والسلام عليكم. وعليكم السلام. الله يبارك فيك سي لطفي. نبقوا في عنابة نسمعوا إبراهيم. مرحبا بك سي إبراهيم. خويا عادل السلام عليكم وعيدكم مبارك. الله يبارك فيك سي إبراهيم. واش من عيد يا خويا عادل من عيدك تشوف نسمعون، يعني نعزي جيراني وأهلي وناسي. والله يا عادل نشهد له يعني الله يرحمه، كل من جي يعني يوم الجمعة للحراك نلقاه هو الأول في ساحة الثورة أمام المسرح الجهوي. الله يرحمه والله يلهم أدويه الصبر والسلوان إن شاء الله. أخويا عادل وش نقول لك، وش من عيد وخونا يعني الرئيس يهني ويقول الشعب الجزائري نهنيك بعيد الأضحى، ما نسحقه منه لا تهاني ولا أغاني. الشعب الجزائري الجزائريين والجزائريات يقول له أغسل قلبك وضميرك وعقلك مع شعبك ووطنك. خويا عادلك معايا يعني نسمع فيك سي إبراهيم. يعني الشعب الجزائري متألم، راك نقول له متحمل مسؤولية كبيرة تاع شعبنا اللي كاين اللي عيدوا يبكي وعيدوا ما عيدوش، الناس الفقراء اللي ما سلكوش، أنت تتحمل المسؤولية تاعهم، أنت راك مسؤول وتقول أنا يا القاضي الأول في البلاد. شوف الناس اللي ما عيدتش وعيدت تبكي، وموالين المساجين الموليهم اللي ما عيدين يعني يبكي ويعيدوا يعني في السجون. يعني مش راح نقول لك
اخويا عادل الجلبر ويعلم به ربي انا وش نقول لك يا شعبنا لازمنا حل لهذا الوباء هذا اللي نزل علينا. نكفوا في زوج وباء، وباء الفيروس تاع الكورونا وباء تاع النظام الفاسد. وش لازمنا نديروا حل يا ناس، لازمنا نديروا حل لروحنا. هذا رانا لا يطاق. ربي يجيب الخير. الله يبارك فيك سي إبراهيم من عنابة، نشكرك جزيل الشكر. والكل يجمع على أن الحراك كفكرة مازال متواصل والفكرة لا تموت، وشفنا اليوم كذلك أن الأحرار هنا في لندن يواصلون وقفتهم أمام السفارة الجزائرية هنا بلندن. نتابع هذه المقاطع. تم عيد الأضحى، حراك لندن يقوم بهذه المبادرة وهي بعض الحلويات التقليدية الجزائرية للحراكيين، يهديها للحراكيين. بارك الله فيهم، يعني هادو الإخوة المنظمين على هذه المبادرة، جزاهم الله خير الجزاء. لأن هذه كانت وقفة اليوم من بعض المشاركين من الجالية الجزائرية هنا في بريطانيا. خلينا نسمع محمد من فرنسا. مرحبا بك محمد. السلام عليكم سي عادل. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. السعيد لجميع المسلمين في العالم وخاصة السجناء. صحيح. السجناء 30 عام، كل 30 إيد في السجون، ولازم نفهم لماذا دخلوا هذا السجناء. هل دخلوا على الجوع أو على الحرية كرامات الإنسان؟ هذه هي اللي تدخل في الرأس بتاعنا. هذو الناس دخلوا لباس عليهم خبراء وعلماء وسياسيين، ما يخصهم حتى شيء، ولكن خصم حرية الإنسان باش يحرر هذا الشعوب. فهذا تدخل في رأسنا هذه الفكرة. حتى تشوف الناس برا خارج السجون يبقوا على المعيشة، وناس يخموا على الذين دخلوا في السجون كيف يعيدوا أولادهم، أين المفقودين وأين المخطوفين، أين هذا العصارات تاع هذا الناس. ننسى همنا. وعلى هذا الحراك داخل الجزائر يطالب بالمهاجرين. فرنسا وحدها 5 ملايين، كم في العالم من المهاجرين؟ نعرف الديمقراطية وحقوق الإنسان، وعندنا كل ما يجمع، عندنا خبراء علماء، كيف حتى لا نطالب حتى بحقنا نحن المهاجرين؟ إذا تحصلنا على حقوقنا في الخارج ينجح الشعب الجزائري في الداخل. نحن لماذا نحن الآن أنت وأنا يا عادل لماذا نحن في الخارج؟ هل طلبنا على حقوقنا أو الزيارات إلى بلادنا في جوية تولي 6 أورو، في العطلة الصيفية تولي الذاكرة تولي الفايات 6 أورو، من غير الصيف تكون 9 أورو 4 أورو نتفرنا. من هذا الذي يدخل البلاد العام؟ لماذا لا نطالب في القنصليات كل ما نحتاجه حتى نستقبل الحراقة هذو اللي حرقوا؟ كيفاش حتى يرجعوا للوطن بالسكنة والخدمة؟ هذا هي اللي حتى نتحصل على الاستقلال. الله يبارك فيك سي محمد، نشكرك جزيل الشكر. خلينا نسمع مراد من الجزائر. مرحبا بك مراد. السلام عليكم خويا عادل. وعليكم السلام ورحمه الله. وصاعدكم. الله يبارك فيك سي مراد. والقناه ورا تي في والعمال تاعها
سيتونا مخبيين مور السيطاع. الله يبارك فيك. وخوتنا راهم عايشين في الخارج، مراد من قصبة. تفضل سي مراد. خويا عادل، أنا حبيت بالك التحليل تاعي بالك يكون خطأ. أنا دكتور حراقة دوك أنا كيفاش 450 واحد كانوا مخبيين في لابري ومن بعد خرجوا ديرك، هذه بالك العصابة بعثت رسالة للغرب دوكا ما تعاونونيش كيما دار أردوغان تاع الضربة تاع سوريا، ما تعاونونيش هاولي كيفاش يصرى. أردوغان ربما يهدد ما يهددش بولاده، ما شفناش الأطراف وحتى القذافي ما كانش يهدد بولاده، يعني ما يبعث ولاده للموت يعني في الأخير. بارك خويا عادل راك تعرف العاصمة وتعرف الدار، راك نطالون بيه وعلى بالك كيفاش هاد العصابة قادة دير كلش، ماشي في التعينة تكتو واش دار. أيوا فهمت أخويا عادل. وثاني تاع العيد سبحان الله العظيم، هذا أربع أيام تاع العيد، على بالك باللي جامي صرات العاصمة في القصبة، على بالك باللي الشباب دري صغار والنساء والله العظيم غير ما من العصابة تاع ديت عرفات بالخميس، على بالك بعثت هليكوبتر عن بالك أنا مسيرة تعرف توزناهم ما شاء الله في العاصمة. شوف العصابة خافت قالت خلاص راهم رايحين يخرجوا. شوف ونزيد نقول لك حاجة خويا عادل. أيوا. إن شاء الله بإذن الله دولة مدنية ماشي عسكرية. عباك خويا عادل أنا يا رحت نجيب الحقيقة تاعي نتاع تاع 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 السجن، داروا لي براءة أو على بالك عاودوا كسروا ورايحين يجوزوني لو 1 سبتمبر، مازال يتبعوا في النشاطة. بإذن الله دولة مدنية وماشي عسكرية. بارك الله فيك. الله يحفظك سي مراد، شكرا جزيلا. نسمعوا أم مريم من عنابة، مرحبا بكم مريم. السلام عليكم أخي عادل، صحة عيدكم. الله يبارك فيك، مرحبا بك. تعيدوا وتزيدوا إن شاء الله ما عندكم، راكم في الغربة أكثر منا، راكم تقاسيوا أكثر منا، ربي يكون معاكم إن شاء الله، ربي يجازيكم عنا خير إن شاء الله. الله يحفظك. أخي عادل، ربي يرحم عمي جمال. وربي إن شاء الله يكون من أهل الجنة إن شاء الله، وربي يخرص الحق إن شاء الله في الظالمين اللي حاكمين الحكم إن شاء الله، هم القتلة قبل القتلة الحقيقيين. إنها الجزائر الجديدة وما أدراك ما الجزائر الجديدة، أصبح الوطن سجن للأحرار وجنة للمجرمين بسبب غياب العدل والحق. إننا في حزن عميق بسبب الظالمين، عظم الله أجركم يا شعب العنابي والجزائري، الوطن أصبح خراب ودمار، نريد استرجاع الوطن والحرية والعدل والأخلاق. أخي عاد إننا نعاني من حرارة مفتعلة، يريدون حرقنا ونحن أحياء، كورونا أمامنا والمخدرات كوكايين عن يميننا والمجرمين عن يسارنا والنيران من فوقنا ومن تحتنا، رانا في الغربة ونحن في ديارنا، نحن نريد مادة 7 و8 والرحيل ليلا. أخي عادل حاب نوجه رسالة للإخوان المغتربين، نقولهم راهو الحل في يديكم إن شاء الله، لازم تتحدوا كل المغتربين في أنحاء العالم وتروحوا فرنسا، لازم تخرجوا من فرنسا متزاير، لازم تنحوا لها مفتاح الفرج، مفتاح مادة 7 و8، الحرية راهي في فرنسا. يا مغتربين يا إخواننا رانا نعاني ورانا نقاسي ورانا وحدنا، عاونونا من فضلكم نفتح الفرج، مفتاح الحريه تاع الجزائر في فرنسا، راه في فرنسا راه في فرنسا. ونقولوا الحراقه اللي تحرقوا روحوا لفرنسا، هذيك لكم حقكم، درتلكم اموالكم، روحوا لفرنسا ما تروحوا حتى الدوله. لازم تستقل الجزائر خارجين قبل داخلين يا خويا عادل، رانا نعانيو يا خويا عادل، في راي في عنابه كتله البونديه، كتلة البندية عند الخوية المخدرات منتشرة في الميدان، دري صغار البنات، نقول لك عاد الماس السيوفة، والله يا اخي عاد تشوف عينك تبكي، والله تبكي عاد الحنة تبكي. حسبنا الله ونعم الوكيل، ربي ينصرنا على الظالمين ان شاء الله. امين. الله يبارك فيك ام مريم، شكرا جزيلا لك. خلينا نسمعوا عبد الله من اضرار، مرحبا بك سي عبد الله. عبد الله من أضرار فقدناه، روحوا البوسعادة معنا أبو زهرة، مرحبا بك وعيدك مبروك. سي عادل مرحبا بك يا أبو زهرة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. ربي يحفظكم إن شاء الله، تعطيكم أولاد. الله يبارك فيك. عيدكم مبارك. الله يحفظك. سي عادل نسمع فيك، نسمع فيك أبو زهرة. عيدكم مبارك إن شاء الله وربي يحفظكم. الله يبارك فيك. نحيي تاعكم أوراس من مدينة بوسعادة. الله يحفظك وناس بوسعادة كلهم. ربي يحفظكم إن شاء الله وربي يزول علينا إن شاء الله هذا الضرر تاع الكورونا
ويزولوا ان شاء الله على العالم وكل على البشريه ان شاء الله يا الله ان شاء الله. ونشكركم على هذا البرنامج اللي راكم دايرينه، شرفتونا به يعني تنفسوا منه شويه على قلوبنا. ربي ان شاء الله يحفظكم. عماتوا لنا زوج زعماء كانوا يدعونا الى الحق دعاة، ومنهم واحد عمر بن عيسور العالم رحمه الله وسي قاسمي في هذه الايام، يا ربي يرحمهم ويوسع عليهم ان شاء الله ويرحم كل موتانا ان شاء الله، وربي يصبر الاسره نتاعهم امين. كانوا يدعون الحق وكانوا صابرين وربي يرحمهم ان شاء الله، وربي يوفق الشعب الجزائري وعلى الصبر وان شاء الله سلميه سلميه حتى ننالوا ان شاء الله الحقوق نتاعنا ان شاء الله ان شاء الله. وندعو حتى الدعاء راه ان شاء الله مطلوب، الشعب الجزائري نطلب الشعب الجزائري كل يدعي ان شاء الله تزول علينا هذا الحكم الجائر ان شاء الله يا رب العالمين ان شاء الله، وربي يشفي مرضانا ان شاء الله. الله يبارك فيك ابو زهرة. نسمعوا عبد الرحمن من فرنسا، مرحبا بك عبد الرحمن. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. خويا عيدكم مبارك. الله يبارك فيك سي عبد الرحمن. اخي انا حبيت نشارك معكم، شاك فما نحب نشارك معكم، ما تخلونيش نكمل الكلام. لا تفضل سي عبد الرحمن، تفضل تفضل انت راه مرحب بك. انا يا الاخ عادل انا نحب نتكلم بالمنطق. معليش تفضل. فهمتني انا، ما العاطفه هذه راه العاطفه هذه راه قاصه عاصفه. بالمنطق انا حابين نتكلم بالمنطق، هل الراي تاع الشارع تعرفوا بالمشيده؟ اذا كانت الشارع اذا كثر تكون فيه مليون انسان والشعب الجزائري 40 مليون هل تستطيع ان تحكم على راي الشارع بالمشيده؟ هذه واحده. الراي تاع الشارع يتعرف في حاله السلم بالانتخابات، في حاله العصيان المدني يتعرف بالاضرابات، مثلا في الاضرابات تاع 90 اللي دعا عليها الجيش اللي دعا اليها الفيس الجزائر تشلت. الاضرابات اللي دعا عليها الحراك في 12 ديسمبر في الانتخابات فشل ذريع، اضرابات الا تزوزوه بجايه، باقي الجزائر كامل ما كانش الاضرابات. اذا كان ما كانش اضرابات معناتها الحراك هذا راه ما عندوش الشعبيه. انتم كيما هكذا راكم تحقنوا في الشباب، تحقنوا في الشباب هم الميزانيه المشاكل اللي راهم فيها تزيدوا تلحقوهم في الاحباس. هذه الشعب اختار تبون وفات على الانتخابات واختار تبون. الحمد لله احنا نستناو تبون راه عنده 6 شهور ما تقدرش تحكم على المسار تاع تبون. خلوا نعطوه الفرصه هذه ونشوفوا ان شاء الله رب العالمين تتسقم الاحوال. كملت كلامك سي عبد الرحمن؟ كملت. الله يبارك فيك، شكرا جزيلا لك. خلينا نسمعوا فضيل من بسكره، مرحبا بك سي فضيل. الو السلام عليكم اخي عادل. وعليكم السلام ورحمه الله. تحياتي لك ولطاقم الاوراسيب، ونقول لكم عيدكم مبارك، وجمله للامه العربيه والاسلاميه وللجزائريين خاصه اخي عادل. الله يبارك فيك. بالنسبه للتدخل تاعي اخي عادل، يعني هو الحقيقه يعني كل واحد عنده زاويه ينظر بها الجانب السياسي تاع بلده، ولكن يعني في تقويم يعني الواقع هي السلطة اليوم لها وما عليها، يعني من جهة الخطوات يعني والشيء اللي عرفناه في الماضي يعني خطوات تحسب لهذه السلطة. معليش احنا نعرفوا ما على السلطة، نحن اعطينا ما هي الخطوات اللي تحسب للسلطة يا سي فوضي. يعني السياسة هذه اللي شوفها اخي عادل راهي تدريجيا، والباقي يعني مثلك التوضيحات بالتجزئة، لأن التغيرات يعني التغيير القرارات راهي تتمد من السلطة العليا، لكن المدير الصغير في أي مؤسسة كان القرارات هذيك راهي ما تتخذش، يعني كاين الجهات اللي تتصرف في حقوق تاع الشعب الجزائري. فضيل وشنو هو العمل تاعك؟ واش تخدم انت سي فضيل؟ اخي عادل يعني راني تاجر وميال للسياسه. معليش انت تاجر يا سيدي، التاجر فاش في سي فوضي؟ تاجر اخي عادل في العجلات المطاطيه. ايوا يسمى عندك خدامين تبعك يعني؟ لا لوحدي اخي عادل، وعندي ابني
ابني يقول لك اتعس الانسان عاد ما يربيش اولاده. عندي طفل ابني ايوه وباش يخدم عند باباه ولكن هو منحاز الى مع جماعه الحراقه. يعني هذه تعتبر اسكو انا مفرط في حقوقه وشنو كيفاه نوصل له الفكره باش يبقى هنا في الجزائر. هو حب يحرق حاب يحرق ولكن لا معاه يوميا. يا سي فضيل لازم إعادة النظر في سياساتك. إلى وليدك حاب يحرق وانت عندك وانت تاجر في العجلات المطاطية لازم تعاود إعادة النظر في السياسات تاعك. الله يبارك فيك سي فضيل، شكرا جزيلا لك. خصنا نسمعوا نبيل من جيجل. مرحبا بك نبيل. الله يسلمك يا أخ عادل، حياك الله الأخ عادل وتحية طيبة. عيدك مبارك سعيد إليك وإلى كل العائلة الصغيرة والكبيرة. عيد مبارك سعيد إلى كل المظلومين والمرضى ونتمنى لهم الشفاء العاجل. رحم الله الأخ عمار الصبر وسلوان للعائلة الكريمة. إنا لله وإنا إليه راجعون. أخي عادل نعم. لأي حال عدت يا عيد، الشعب الجزائري مع هذه العصابة الظالمة في النازعات غرقا، تقطعت به السبل ولمن يستغيث. أخي عادل الفرحة في الجزائر أصبحت قرح. هؤلاء ديناصورات سياسة أتوا على الأخضر واليابس، قضوا على أحلام الجزائريين وانتهجوا سياسة التجويع منذ نصف قرن من الزمن. حتى أكسجين الذي خلقه الله عز وجل للبشرية تسبب في إتلافه. حرائق الغابات العشوائية. ما علينا إلى الدعاء لله ونقول له اللهم سلط عليهم جنود الأرض والسماء، اللهم احصهم عددا واقتلهم مددا ولا تبقي منهم أحدا، رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا. شكرا أخ عادل، عيدك مبارك مرة أخرى. الله يبارك فيك سي نبيل وسلامي ناسنا في جيجل. ونروح للباهية معنا سي الهواري. مرحبا بك هواري. يا عادل عيدك مبروك. الله يبارك فيك كل عام وانتم بخير. يا ربي امين عقب العام الجاي ان شاء الله. يا اخويا سي عادل انا يا اللي خلعتني هاد الناس اللي قطعوا هاد الحراقه اللي 430 بيرسون. ايوا دان سيكون في ساعه واحده في مينوت واحد. يا اخويا أيوة. نقول لك حاجه، رانا مخلوعين احنا هنايا في لوراني، رانا دايخين. كي داروا هادو باه فاتوا، شكون اللي كانوا وراهم؟ منهم الذي اللي راهم وراهم باش يخلقوا لنا موفيز ايفاج لالجيري؟ راهم يحوسوا الجزائر ولا على تبون؟ تبون ما يروحش الى بور 5 ما بغاوش يفهموها هذه. ويزيد غادي يزيدوا 6 ثم عندها 11 دوزيام موندا. ايوا هادو ان شاء الله من 10 اوت غادي لي 430 غادي يردوهم لالجيري. وتما يهضروا شكون اللي دار لهم علاقات مع الخارج، شكون هما اللي راهم دارير هذه المشكلة اللي بغاو يصابطوا تبون والجزائر والجيش والشعب كلتها. يعني هذه مؤامرة بين العصابة المتناحرة يعني. هذيك الساعة وهذه جاية من الخارج. ما جاية من الخارج يعني يعني هذو تاع أوروبا مخصوصين. يا يعطيك الصحة. يعني مخصوصين يد عاملة راهم يجيبوا في اليد العاملة عندهم. لا 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 اليد العاملة كاينة في الجزائر في عادل. يعني كاين في الجزائر يعني هما في أوروبا اللي ما كاش مخصوصين اليد العاملة راهم يديروا مؤامرة باش يجيبوا اليد العاملة يعني. يا سي عادل. أيوة. أنت راك تعرف أوروبا خير مني. الجزائريون ما يحتاجوش اليد العاملة في الخارج. عندنا 2,430,000 كيلومتر كاري. هادو بغاو قاعدين يخدموا في الجال تاع شعرهم، داين الجال تاع شعرهم. ايوا. وقابلين المرايات والسناسل. ايوا. ما بغاوش يخدموا. وعارفين الخارج راهي سهله اليوم يا سي عادل، انت قريت وراك وصلت لهذ الدرجه تعبت عليها. يعني واش يا سي هواري يعني احنا شفنا في بدايه الحراك يعني ما كانش القوارب ما كانش الحرقه، وعلاش اليوم زادت يعني؟ يا الحرقه من بكري يا سي عادل من نعقل انا. لا لا احنا كي بدا الحراك يعني كاين هذه منظمات دوليه وحقوقيه تكلمت وتكلمت الصحافه الاوروبيه وقالت ان الحرقه نقصت من الجزائر. هذا حراك اون تيت سي دي فونتوم نعرفوهم شكون هما، على بالنا شكون هما. على بالك المهني
مهني تاع فرنسا اللي يخدم الباسبورات راه على بالنا كاع راهم يخدموا مع لي موساد. ايوا على بالنا كاع راهم يخدموا كاع هادو لي هادو كي هو اللي يعرف هادو واش راهم يخدموا علاش ما يجيبوهمش يحاسبوهم يعني. راهم جايين راهم غادي يتحاسبوا راهم جايين. ايوا ايوا خلاص الله يبارك فيك سي هواري خلاص ناخذوك ناخذو كلمتك يعني ونستناو. سي احمد من تيزي وزو مرحبا بك. الو السلام عليكم خويا عادل. وعليكم السلام ورحمه الله. نترحموا على خونا من عنبة. ربي يرحمه وربي يطلع يطلق كاع مع المعتقلين. انا والله بغيت نوجه كلمه الى القضاة. تسمى القضاة هذوك نورمالمون القضاء هو عمود الفقري تاع الدولة. تسمى العصابة هذيك سيطرت على القضاء. مادام سيطرت على القضاء شغل الدولة اللي باراليزي ما تقدرش تبوجي. أيوه. راهي تستخدم القضاء أي شغل محاولة صافيدير أي محاولة إمام الصحافة ولا أي سلك بغى يتحرر شغل تقضى عليه بالقضاء. حتى الحراك هذا راه تستخدم القضاء باش تقمعو. يعني انت انت احمد راك تتكلم على قضيه سجن صحفي مراسلي فرانس 24 والاوامر اللي جات من الفوق يعني لاخلاء سبيلهم يعني. هذه ما عندهاش كاع تفسير يا خويا عادل. هذه اسمها كنا على بالنا بلي القضاء الجزائري يتمشى من التكامل. هذه راهي يتمشى من فرنسا ديريكت لخاطر دابيتود شغل فرنسا تعطي الاوامر للعملاء تاعها بور اكزيكوتي. دوكا فرنسا راهي الا اكزيكوتي لوردر ديريكت هي اللي هي دي شغل امرت. الور تسمى هذه القضيه والله ما عندهاش كاع تفسير. يعني هي مشكله في القضاة هذو. يعني هي اهانه اخرى للقضاة في الجزائر اليس كذلك؟ هذه اسمها القضاة اخويا عادل ناس قاريين ما راهمش ناس عاديين. أيوه. بلا بوليسي لو كان يقمع له غالب ما قراش. مي قضاة في لو نيفو ناس تالي فيهم عنده 20 سنه قرايه على بالو بلي كي ما يكونش القضاء في البلاد هو ديجا يقلعوه في بلاصتو في اي لحظه وليدو غدوه يديوه بالك تالمو ما كانش القضاء هو اللي اسس لدوله باش ما تكونش ما على باليش كيفاش ما عندهمش ضمير ما عندهمش رؤيه ما عندهمش صح يستخدموا بعض القضاة اللي راهم كما يقولوا في المحاكم كما سيدي محمد كما المحاكم الكبرى هذوك حتى يشدوا عليهم لي زافير كبار تاع سرقه تاع رشوه تاع باش يهدوا بهم القضاة هذوك باش يطبقوا الاوامر. يعني كاين 6000 قاضي في الجزائر كلهم عندهم ملفات في نظرك يعني؟ لا لا ماشي 6000 الاخرين هذوك ما عندهمش جوستمون هذوك اللي ما عندهمش لي زافير راهم قبلوا يكونوا في الجهاز يستخدم لقمع الحريات. يعني كان الشعب متوسم فيهم خير يعني شفناهم خرجوا في بداية الحراك ثم انقلبوا على أعقابهم وشفنا شو واش حدث في محكمة وهران وكيفاش أخذوا الضرب من قبل الدارك في حرم المحكمة يعني في حرم فوق الطابلة هذيك وين يصدروا أحكام باسم الشعب ماشي ميم با في الأرض طلع حتى فوق الطابلة هذه يا خويا عادل. ألور القضاء لازم يتحرر. نطلب من القضاة هذوك راكم مسؤولين والله العظيم راكم مشاركين كاع في الجريمة هذيك اللي تصرى في البلاد. بلا كاين نسبة قليلة من القضاة عندهم ملفات عليهم راهم مجبورين يطبقوا الأوامر اللي تعطيهم العصابة ولا يدوهم الحبس ولا مي انتوما الآخرين هذوك أدنى شيء تستقلوا. لا كيف الصحافة والصحافة علاش ما استقلوش؟ ألور واش نقول لك خاصة عندك القضاء والصحافة. الصحافة واحد يقول أنا صحفي يهضر ملايين الجزائريين في الشارع ويدخل البلاطو على بالو كاين ملايين الجزائريين في الشارع وهو يزور الحقائق كيفاش يعيش كيفاش يشوف روحو للمرايا. اليوم يشوهوه عبر الوسائل تاعهم غير تزيد مده صغيره ايامات يبعثوا لهم اوردر باش يعاودوا يلمعوا الصوره تاعو. يتسمى ما عندهمش ضمير الناس هذوك والله ما على بالي كيفاش بورتو ناس قاريين
لي بورتو وربي يجيب الخير. هذا ما كان ربي يجيب الخير. سي احمد من تيزي والزون نشكرك جزيل الشكر. نسمعوا محمد من البليده. مرحبا بك محمد. فقدنا محمد. روحوا الوليد من الجزائر. مرحبا بك سي وليد. نعم السلام عليكم استاذ. وعليكم السلام سي وليد. مرحبا بك. صح عيدكم عيدكم مبارك في حياتكم وحيات العائله. الله يبارك فيك. واش نقولوا السيد لو هضر من تيزي زورني تبعته شويه. هي 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 انا دائما اخ عادل اللي كنت نعيط لك دائما نهضر لك على الجهاز نتاع المخابرات. ايوه دونك نبقى في هذه النقطه هذه. كي السلطه التشريعيه، اذا السلطه التشريعيه والسلطه التنفيذيه والسلطه القضائيه اللي كان يهضر علينا اخوها يكون هضر كان يهضر عليها اخونا متيزي وزو. ايوه ومن ثم السلطه الرابعه اللي تسمى سلطه الاعلام. ايوه كلها والجزائريين كامل على بالهم بالداني والقاسي انها الجهاز تاع المخابرات هي اللي تسير فيها، والا مخترقه يعني كل هذه الاجهزه يعني كل هذه السلطات هذه مخترقه من طرف هذا الجهاز تاع المخابرات. الجهاز تاع المخابرات الان واش رانا نشوفوا الاستاذ استاذ عادل؟ نعم راه الحق يعني للطوب يعني تاعو اللي كانت ديرها الاستعمار الفرنسي كان يدير سياسه الارض المحروقه. راهو يحرق في الارض الان الاستاذ عادل الغابات كاع راهم حرقوها خلاص لحقوا يعني وين الطب تاعهم. والعدو تاعهم اللدود ان شاء الله هو الحراك تاعنا الشعبي ان شاء الله. صح سي وليد يعني كي ترمي باتهامات مثل هذه الجهاز المخابرات اللي يتكون من مئات الالاف من الافراد يعني هذو ما عندهمش يعني نخوه ما يحبوش الجزائر يخدموا ضد مصالح الجزائر يخدموا ضد مصالح الشعب يعني كيف يعني. الاستاذ عادل وحده تتغلب عليهم المصالح الشخصية الضيقة طمع والطاعون هكذا كيمشي وتغلب عليهم الضغط نتاع المخابرات نتاع برا نتاع الدولة المستعمرة نتاع فرنسا لا يتمشي فيهم. تعال نتكلموا على مئات الآلاف من الأشخاص يعني. إيه نعم إيه إلا ما رحم ربي إلا ما رحم ربي. هو واحد أي عنصر باش يدخل جهاز المخابرات لازم يكون ديجا درسوا الملف تاعو ولازم يكون فاسد ولازم يكون يحب غير المصالح الشخصية تاعو وزيد. هذه هي الطريقه تاعهم هما. دونك واش حبيت نقول لك الاستاذ عادل الحراك تاعنا الشعبي السلمي وان شاء الله يعني بكثافه وبقوه وبيعني استمراريه هو يعني ان شاء الله لونتيدوت وهو يعني ان شاء الله الحل تاعنا يعني الواحد ان شاء الله. الله يبارك فيك سي وليد نشكرك على المكالمه. نسمع عمر من بومرداس. مرحبا بك سي عمر وعيدك مبروك. مساء الخير عادل. مساء النور. عيدكم مبارك. الله يبارك فيك سي عمر. عندي اول يعني والله حاولنا باش نتصلوا معكم ولكن خط مشغول يعني. تعرف الاتصالات كثيره سي عمر تعرف القناه يعني انت مش اول مره اتصل بينا يعني. عندي تدخل فيما يخص الحراك الشعبي هذا الله جاي ان شاء الله. اتفضل. لك الفضل اخي عادل. الحراك الشعبي هذا اللي بديناه في ديبري هذا 2019 الحل تاعو لازم يتواصل وحنا قررنا الهيبه الشعبيه هنايا باش يتواصل الحراك هذا في اقرب وقت بعد مرور هذه الجائحه الكورونا هذه اللي راهي تغيز يعني تضرب بقوه في الجزائر. والله الحقيقه يعني والله يعني رانا محاصرين من كل جانب انقطاع التيار الكهربائي والحرائق كلها راهي دايره حل. الو نسمع فيك عمر. قلت لك يعني الحراك الشعبي السلمي هو الحل الامثل لاسقاط هذه العصابه والمنظومه الفاسده في الجزائر. باسكو احنا عيينا بزاف من المشاكل ورغم يعني احنا رانا خدامين عند انفسنا ولكن رانا عندنا عراقيل مع السلطه هذه اللي ما تاديش اللي ما جاوبش مع حق الشعب الجزائري. يا سي عمر احنا نشوف في الشاشه صور تفوت هنا كانت مؤثرات اليوم كبيره في برلين في المانيا العاصمه الالمانيه وكانوا ناس يعني الاف الاشخاص تظاهروا بسبب هذا التدابير السلطه بسبب كورونا رافضينها الشعب الالماني رافضين هذه التدابير بسبب كورونا وانت تقول يعني الحراك لازم يرجع في الجزائر بأقرب وقت يعني كيف تقارن بين الشعبين الشعب الألماني والشعب الجزائري؟
والجزائر بارك الله فيك. وهذا ما حاولت يعني واش نوصله لك اخي عادل. الله يبارك فيك. معليش صحيت سي عمر. اسمعوا سمير من فرنسا، مرحبا بك سي سمير. الو، السلام عليكم خويا عادل. وعليكم السلام ورحمه الله. صح عيدكم ان شاء الله، كل عام وانتم بخير اولا، وثانيا ربي يرحم اخونا جمال من عنابه ان شاء الله، وربي يصفر العائله ديالو. بغيت عندي زوج نقطات لهليه خويا عادل. اولا باش نجاوب بخير خويا هذاك السيد تاع فرنسا اللي قال لك باللي كاين مليون في الحراك وتحت هذين راهم في الديار باللي الحراك قيمه. هذا راح نقول له حاجه واحده، هو منطقي قال لك راه عايش في فرنسا ما على باليش. نقول له باللي لا دوفيز تاع فرنسا هي ليبرتي ايجاليتي فاترنيتي. نهار اللي يلقى هذوما في الساير راهو يلقى 40 مليون في الشارع صفى غير العتقه، وهو بالك معاهم يبقى في الدار. فوالا باش نجاوبوا. وثانيا في خصوص الائمه، ايوه واش راح نقول؟ راح نقول الساكت عن حق شيطان اخر. راح نقول لك حاجه واحده، اوروزمون كي جا الاسلام ما لقاش ائمه كيما هاد الناس. كون لقى الائمه كيما هادو الاسلام راهو ما مشاش كاع. فوالا، والامام هو نورمالمون العمود الفقري تاع المجتمع، وراهم ساكتين وراهم غير قاعدين يتبعوا في النظام هذا، راهم قافلين المساجد والله يعينك. ربي يجيب الخير. الله يبارك فيك سي سمير، نشكرك. خلينا نسمعوا محمد من فرنسا، مرحبا بك محمد، واخر متصل لهذه. السلام عليكم يا سي عادل. مرحبا بك سي محمد. عيدكم. الله يبارك فيك. سي عادل، احنا راهم حاقدين هذو. مين قلت لهم انا يا 2030 2050 ما بغاوش يامنوني. ايوا. ومين قلت لهم هاشا كاين هالفيروس ما بغاوش يامنوني، ردوني مهبول. ها الفال دروك ولينا احنا مهابيل كي نهضروا، ما بغاوش يامنوني، يروحوا يقفوا يشريوا الليبري تاع عبد الرحمن الجابيري ويهضروا 2900 راحت حتى الهند من 1838 راح حتى الدوسي تاع الحج وزيد اللي جيتو 1846 راح ثاني و 1890 راح ثاني للهند و 1888 1890 1891 1890 الكوليرا من لا ثاني. وزيدك وزيدك ما باغيش نزيد نغرى لك بزاف. وانا قاعد نشوف في هذوك تاع القضاة تاعنا والله العظيم ولا يبانوا لي كيما هذو صحاب الانجليزيه اللي كانوا يقولوا لا ميس تاع العيد. تبهديله. وقول الاخت غزلان انا اللي قلت لكم على الكاشير، قلت لكم بزاف على الصوالح، وهذه يسموها لا كونتاليجي ماهيش قرايه ولا ميسان بور دوفني كوم سا. ما باغيش الاعلام الجزائري يطلع، يحوسوا كاع يكرازونا. وني نهضر على ثاني على هذاك بنو بطوطه اللي كل يوم وهرا هكا ماشي على الزاير. انا من اقول له اسكت انت تهضر من الفورنور نسمعوك، لا تطلع الماس نعرفوا تكون انتيا ماذا بيك، قادر روحك وقادر لاشين هذه يا معليش. ومع هذا نرحب بكل الاراء سي محمد، نشكرك جزيل الشكر. محمد من فرنسا اقول لك عيدك مبروك، ونعتذر لكل الذين لم يتمكنوا من التواصل معنا. ان شاء الله يكون عندنا نضرب لكم موعدا يوم الغد ان شاء الله في نفس التوقيت، ونفتح لكم الخطوط كما عودناكم ان شاء الله، ونتناول مواضيع اخرى ان شاء الله نستفيد منها واياكم. الله يبارك فيكم، عيدكم مبارك مرة أخرى، وكل عام وأنتم بخير. إلى اللقاء.